السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أكدت مصادر الموقع التونسي خبر إيقاف المدون سليم الجبالي وزير ضغط الدم والسكر من طرف القضاء العسكري بسبب التدوينات ضد رئيس الجمهورية كسعيد. تم إيقاف المدون سليم الجبالي المعروف وزير ضغط الدم والسكر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من طرف القضاء العسكري بعد شكاية تقدمت بها ضده رئاسة الجمهورية. تتمثل التهمة التي واجهها الجبالي في الرسالة إلى رئيس الجمهورية كسعيد بعد نشر تدوينات تشير الرئيس كسعيد، وقد قرر القضاء العسكري حبس المدون بتهمة الرسالة الرئيس والتحقيق معه. وقد تم اليوم إيقاف المدون بناء على ما جاء من رئاسة الجمهورية التي طلبت القبض عليه والتحقيق معه بعد رسالة رئيس الجمهورية كسعيد. اللهم احفظ الشعب التونسي واحفظ كل الموجودين وانصر الشعب التونسي على كل شيء، واحفظ الله وما يعيش الشعب التونسي بأمنه وسلام، واحفظه ولا أن تكون في عدل أمنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.